وهي تجب على يعني كل مسلم. أيضا لا شأن لها بالغنى والفقر. وإذا قلنا من كان يملك إيش؟ قوت يوم وليلة تجب عليه زكاة الفطر. كذلك تجب على الأطفال والكبار والصغار والذكور والإناث والأحرار والعبيد. العبيد لا تجب عليهم زكاة لما أنهم لا يملكون، لكن هنا تجب. بل كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مذهب أحمد تجب حتى على الجنين في بطن أمه، أو ما تجب، يقول يسن أن حتى الجنين في بطن أمه يخرج زكاة، يخرج عنه وليه زكاة الفطر. وإذاك جاء في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الفطر، لا شأن لها بالنصاب أنه عنده بلغ النصاب، ولا شأن لها في حال عليه الحول. إذن هي تسميتها زكاة، وهي في أكثر أحكام الزكاة لا تعلق لها بالزكاة، لكن تسمى زكاة الفطر. بعضهم يسميها صدقة الفطر، بعضهم يسميها الفطرة، بغض النظر. المهم أنها إنما يعني تجب على كل مسلم ولو كان صغيرا، ونخص المسلم. الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر، وإنما تجب على المسلمين. نعم.